يا شهرنا الميمون يا ضيفا له وجه بأنوار التقى يزدان. أقبلت يا شهر الصيام فأقبلت بك راحة في النفس واطمئنان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل الله من الصائمين صيامهم ومن القائمين قيامهم. لا شك أن الدورات الرياضية الرمضانية تشكل في رمضان ملمسا عصريا في شتى أنواع أو في شتى القرى والهجر الموجودة في البلد. يعتاد الشباب خلال ليالي الشهر على إقامة مباريات كرة القدم في مساحات الفضاء وفي جميع الأماكن التي يرتادونها، وهذا لا ضير فيه. وقد يكون الحضور الجماهيري لهذه الدورات الرياضية وهذه الدورات الرمضانية أكثر من الحضور الجماهيري لكثير من الدورات الرسمية وكثير من المباريات الرسمية. واعتاد الشباب على أن تكون هذه المباريات بعد صلاة التراويح في المساء، ولا غرارة في هذا الجانب، لكني أهمس في أذني كل الشباب بثلاث همسات خلال هذه الأيام وخلال هذه الليالي المباركة. الهمسة الأولى هي عدم تجاوز الخطوط الحمراء في مثل هذه الدورات، وكل ما هو متجاوز لك أو كل ما هو متجاوز للخط الأحمر فاحذر أن تتجاوزه وتوقف عنده. الهمسة الثانية ألا تطغى هذه الدورات الرياضية على أساسيات حياتك مثل الوالدين والأسرة بجميع أفرادها من الزوجة والولد والوالدين وكل من يندرج تحت مسمى الأسرة. ثالثا الالتزام بالأخلاق الرياضية المطلوبة في كل حين على وجه العموم وفي شهر رمضان المبارك على وجه الخصوص، من أجل ألا تجرح صومك وتجرح هذه الليالي وهذه الدورات صومك بالليل وأنت تحافظ عليه بالنهار. تقبل الله منا ومنكم، ودمتم موفقين وسالمين في حفظ الله. يا شهرنا الميمون يا ضيفا له وجه بأنوار التقى يزدان. أقبلت يا شهر الصيام فأقبلت بك راحة في النفس واطمئنان. لما يهل هلال حسنك يهتدي غو ويندب حظه الشيطان، غو ويندب حظه الشيطان.